طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دخلت المدخلات الآن تلقاها الإنسان لحد هون اسمه إحساس. فما حدش يجي يقول لي يا دكتور والله أنا يعني أنا بعجبك أنا مليان مخي بالخواطر، بقول له ما سويت شيء، أنت لسانك في الإحساس، أنت يا دوب فتحت عينك بلشت تفوت المدخلات بس ما سويت شيء. لكن قل لي الخواطر هاي إيش صار فيها، شو فككتها، شو عملت فيها، علامات الاستفهام اللي طلعت منها شو سويت فيها، اللي هي التفكير. هلأ وين المشكلة؟ البعض حيقول يا دكتور هو لسه محتاجين لأشي ثاني، يعني التفكير مش كافي، أي أحمد ربك إنه أوصل للتفكير، أنا وين، أنا كنت من على اليمين. التفكير سيخرج لي بمنتج اسمه الفكرة فقط، فكرة فقط، لكن الفكرة هذه قد تحتمل شو، الصواب والخطأ، بيعتمد على إيش، من وين أنا جبتها. الأخت اللي سألت في البداية إذا بتذكروا على لا مش المرض، سألت سؤال من وين تجي فكرة، هون بتبلش عاد. أنا دخلت الصورة هاي، دخلت الصورة قضية إنه في واحد عم بيحاول يكسر علي بالسيارة، في واحدة ما عزمتني على مش عارف إيش، في واحد اطلع علي تطلع من هاي، كلها صور. في الإحساس انفعال مباشرة، كسر علي بكسر عليه وعلى أهله بورجيه شغله، طيب ما عزمتني على عرسها ما بعزمها وبقل قيمة، انفعال بس انفعال غريزي كالأنعام بينهم أظل سبيلة. لكن في مرحلة التفكير أنا تقدمت، أنا بلشت الصور هاي أتوقف عندها وأفككها، أقول إيش أسوي، هذا اللي سكر علي بسيارته شو حسوي فيه، هاي اللي ما عزمتني شو مش عارف، هاي اللي قالت لي أنت ما بتفهمي، هذا اللي قال لي أنت كذا، رمى كلمة معينة أنت ما إلى آخره. هون عاد ببلش خمس درجات، خمس أطوار أو خمس مصادر حتى من خلالها أنا أنفعل أو أتفاعل. شو توقع أولها؟ الغريزة طبعاً، أولها الغريزة، لأنه لساتني أنا لساتني جاي من الإحساس، فلساتها الغريزة معي ما راحت. فممكن واحد يطلع من هون دكتور عبد الرحمن قال أول إشي في التفكير التوقف علشان أعرف شو بدي أسوي، سكر علي بالسيارة هيني توقفت بدي ألعن إيه، ما هو لساتها الغريزة هي رقم واحد، لساتها الغريزة ليش؟ لأنها مرتبطة بالإشي الثاني كمان. طب أنا تجاوزت الغريزة، أنا هيني توقفت يا دكتور وها يلا بدي أثبت لك أنا أحسن، شو الإشي الثاني؟ العادات والعرف والمدخلات المتكررة. طيب أنا هيني توقفت ما بدي الغريزة تحكمني، أنا مش شخص انفعالي، العادات كل اللي حوالي بيكسر، اكسر يا زلمة. لأنه العادات لها أثر كبير فيما نفعل، اللي احنا بنسميه القصور الروحي. شو القصور الروحي؟ عارفين القصور الذاتي تبع قانون نيوتن، الجسم الساكن يبقى ساكن والمتحرك يبقى، في شيء اسمه قصور روحي، حشر مع الناس يعيد، حط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس زيك زي غيرك. طيب الكل بيسوي هيك، شمعنا انا يعني انت بدك تصلح الكون الى اخره، هاي الجمل السلبيه الكل بيكسر، شمعنا نفس الشيء. طب ممكن اتجاوز طبعا بالمناسبه، بس حتى يعني ممكن تكون العادات تقاليد شيء ثاني، يعني ممكن تروحوا على بلد العادات فيه انه الاصل انه المشاة يكون لهم الحق زي عنا، المشاة لهم الحق. انا رحت على تركيا قبل فتره استغربت الحقيقه، ما بقدر احكي بس احكي لك على شغله شفتها بنفسي بتركيا، استغربت انه عند عبور المشاة، عند خطوط عبور المشاة، الطبيعي ان سائق السياره عام خاص يقف، لدرجه شفتها مره مرتين ثلاثه، لدرجه اجى موقف لقيت ام معها عربية عبرت بدون ما تنتبه، اجى سائق تاكسي وداس بريك. انا تلقائيا طبعا تخيلت انه اكيد وانا عم بطلع داخل السياره حيصير يسبسب ويشتم ويطلع بايده، صح؟ شفته ولا كانه، لانه اعتاد على ان الاصل انه المشاة لهم الحق، مش احنا المشاة لا لهم رصيف يلمهم ولا لهم شارع يحترمهم ولا لهم سائق، وطبعا وتلاقي وهذا بيسبسب عليه وهذا بيسبسب عليه وهذا بيسبسب عليه، وطبعا كلكم والجوركم تمشي وانت خايف انه الجورة تطفر عليك مية وحل ولا هل اذا العادات ممكن تكون كذا ممكن تكون كذا. طب اذا تجاوزنا الغريزة والعادات ماذا ياتي؟ الاخلاق. حتقول لي مش نفس العادات؟ لا، ممكن تكون عادات القوم اللي حولك او المجتمع سيئة، بس انت عندك اخلاق تؤمن بها ما لها علاقة بالعادات. ممكن تكون عادات اللي حولك كويسة، بس انت عندك اخلاق
يعني كل اللي حولك بيقول لك احترم الكبير، بس انت بالذات ما بدك تحترم. ليش؟ لانك انت مش ما صفيت تنتمي لهذا الجيل، صفيت تنتمي لام بي سي 2، صفيت تنتمي ل مش عارف سبيس تون، صفيت تنتمي. فاذا جبت اخلاق اخرى من اماكن اخرى ما لها علاقه بالعادات تبعتك. طب ممكن اتجاوز الاخلاق؟ نعم. العلم التجريبي، واحد بيقول لك نرجع على الاخلاق، معلش نفس الشيء، سكر علي بالسياره، لا غريزتي بدي افعلها ولا العادات. الاخلاق، والله الاخلاق بتقول اني اكون زلمه، كيف اسكر عليه؟ اخلاق. او لا، الاخلاق بتكون اني اكون منضبط كاظم. ساعتها لا، بالعكس ما عندي مشكله وبقول له تفضل وما عندي. طيب ناس بيقول لك انا هذا كله لا اؤمن فيه، كله كلام فاضي، خصوصا الملاحده والماديين. احكي لي العلم التجريبي شو بيحكي؟ ما نسبه الحوادث من الكسر على السياره؟ عن جد في ناس لا والله ترى نسب بيقول لك ما عندي مشكله. وهذا بالمناسبه قمه التفكير المادي الحيواني. انا بحافظ على نفسي فقط لانه القضيه فيها ارواح بتروح، لكن مش احترام وخلق وكذا مغير. لا ما في. طب ما هو اللي اكثر من هيك؟ الدين، وهو الذي يشمل كل ما سبق. الدين، الترتيب اللي انا عم بحكيه يا جماعه هو الترتيب السيء لكنه الواقع، العكس هو ما نريد. الدين، العلم التجريبي، الاخلاق، العادات، الغريزه. الدين بيخليك تكظم الغيظ وانت مرتاح، مش كاظم، مش احترق القضية للآخرين، لا انا مرتاح ومبسوط الى اخره. طيب هذا الكلام كله يحتاج في بداية، اذا واضح الاخت اللي سالت الافكار من وين بتيجي؟ من كل هذول. يبقى عاد انتوا وين شغلكم؟ انا وين شغلي؟ هل انا منتظر دائما ان الاخرين هم يحددوا لي، ولا انا ابحث عن مصادر حقيقيه يقينيه للافكار حتى اقتنع فيها والتزم والى اخره؟ هذا الكلام كله حتى يصير من التفكير الى العقل بده مهاره غايه في الاهميه، واللي اذا قدرتوا عليها انا بحكي لكم يعني بلشتوا تحيوا جنه الدنيا قبل جنه الاخره ان شاء الله. مهاره ايش؟ التوقف. التوقف كيف يعني؟ انا متعود دائما اسوي هيك، لا اتوقف حتى لو كان شيء كويس في البدايه، معلش حتى لو كان شيء كويس، حتى لا تعتادوا دائما زي الجماعه اللي طلعوا من السينما هيك. توقفوا زي ما بقول دائما، طالعين انتوا من هون متعودين طبعا اول ما نطلع شفتي ما شاء الله عليه شو هالدكتور، لا توقفوا، لانه تعتدتوا انه تمدحوا وتروحوا على البيت تنسوا كل الكلام. لا توقفي، اذا توقفتي عن المدح ستتوقفين عن الطريقة التقليدية في البيت، وبالتالي طب أنا ما حكيت كثير اليوم إيش أسوي؟ بلشي تفكري بطريقة مختلفة. متعودين قاعدين مع أهل البيت التلفزيون شغل، لا أتوقف يا جماعة معلش بدكم نقعد نحكي مع بعض ولا نشغل التلفزيون؟ إيه شو شايف؟ ما حكينا، بدكم تتحملوا، الناس حيصيروا يحكوا عنكم مجانين ومصلحين والكلام هذا كله، بدكم تعودوا. بس المهم مهارة التوقف. ما هو التدريب العملي لمهارة التوقف كل يوم؟ ايش؟ لا دكتور، في تدريب عملي كل يوم لازم نسويه احنا ما بنسويه. صلاه؟ ايش هو الصلاه؟ لا الصلاه لحالها ما بتكفي. تسبيح بعد الصلاه؟ لا. محاسبه؟ لا. لا. لا 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 لا، بس انا اللي بعرف. ايش؟ يلا مين نحكي؟ لا ما تزوديهاش يعني. تاخذي من خيره؟ ايوه. كل اللي عم تحكوه يا جماعه افكار لطيفه. في ركن من الاركان اليوميه اللي مطلوبه، احنا ما بنعرف اصلا انه ركن، واللي بيعرف ما بيطبقه. طمأنينه بعد الاذان. توقف صح؟ مش توقف؟ في الصلاه في ركن للاسف كثير من الناس ما بيعرفوا اصلا انه ركن. اتوقف عشان الاذان؟ اتوقف عشان الاذان؟ صار مأذن وخلص يعني؟ ليس ركن. ايش؟ ليس ركن. لا انا والله مش سامع. لا لا انت عم تسمع، انت ما شاء الله عليك يا عمي انت غدا. انا عشان لابس نظارات. طيب اكمل بس، ايش بدك تحكي؟ خليني بس اكمل الطمانينه وحتى تعرفي عن ايش عم تحكي. في الصلاة يا جماعة هنالك ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة البالغة كم ركن هي؟ 11. الله يرضى عليك. طيب
هاي الإجابة لازم تكون على رأس المستودع يا جماعة. هاي من الأشياء اللي ما بيصير تقعدوا كم ركن نص كم هذا إيش عم تسووا كل يوم. وبالتالي أنا ما بستغرب إنه بنوسوس كثير في الصلاة وإحنا لا عارفين إيش عم نقرأ ولا قل هو الله أحد عارفين إيش معانيها ولا بس نيجي على الركن الطمأنينة. إيش يعني الطمأنينة؟ قبل ما أحكي لكم إيش يعني الطمأنينة بتذكر مرة حضرت دورة من دورات الشعوذة بدبي. واحد عم بيدرب العلاج بالتنفس طيب لحيته لهون وعم بيدربهم على كيف تعالج نفسك بالتنفس في رمضان. كان باقي رمضان كم يوم الدورة يومين طبعا ما فيش اسمه دورة يومين بس على أي حال الدورة يومين ساعتين ساعتين يعني أربع ساعات كان مبلغها حضورها 450 دينار أردني طيب طبعا ورزق الهبل على المجانين طيب الزلمة طول وقته وهو الأربع ساعات خلاصتها وتنفس ولما تنفس نفس ما تنفس أنا والله بكل براءة رفعت إيدي قلت له عفوا بس ليش مش يعني أنت المفروض أن أنا بدي أخذ أكبر قدر ممكن من الأكسجين يعني ليش عم تحكي تعرفوا إيش حكالي قال لي طعمه أطيب قلبها ضحك والناس صاروا يضحكوا قلت له عفوا ما انا عم بسالك عن جد ليش هيك وانا فعلا مشغول يعني ليش هيك لانه هي فعلا اللي بيعرف اليوغا وما يوغا بعدين لما تاملت شوي تذكرت ليش طلاب الطب لازم يحكوا لي ليش مش ايش الفرق بينهم ست ضغط لا اصل لما حكي حتقول انا بعرف بالزفير مش شايف لا لا لا, لا. انت لما بتعمل هيك في النفس انت يا دوب عم تستخدم مجموعات بسيطه من العضلات اوربيكولاريس طيب مع شويه دافراج شويه الحجاب الحاجز اما لما بتعمل هيك الحجاب الحاجز استخدمته بطاقه غير عاديه استخدمت ما يسمى الاكسسوري ماسلز اللي بتعرف عضلات الرقبه وكذا فبالنسبه لي كان منطقي طبعا لانك انت بدك تنفس يعطيك اكثر طاقه ممكنه من الاكسجين فبدك تصرف اقل طاقه ممكنه وانت عم تتنفس بس الاخ ولا بيعرف شيء مع انه ماخذ دبلومه مش عارف ايش بالعلاج الصيني والمش عارف بس كلام شعوذه طيب مش هاي القضيه خلص الزلمه وطلع من الدوره سلمت عليه ايش معك شهادات انسى الموضوع ايش عامل انسى الموضوع مش مشكله قلت له انت اللي عم تحكي هذا كله مش ممكن اختصاره باللي احنا بنسميه الطمانينه في الصلاه قال طبعا الانسان لازم يكون مطمئن قلت له لا في عندنا ركن اسمه الطمانينه في الصلاه هيك لحيته قال لي يعني كمان مش فاهم عليك ايش قصدك قلت له في ركن زي ما في ركن الفاتحه في ركن الطمانينه ايش تعريف الطمانينه مين بيعرف لي اياها غير نبيل ايش ماشي ايش هو ثاني بين اربعه جدران غير الشيء لا 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 انا عم بحكي ركن الطمانينه في الصلاه ايش تعريفه ركن الطمانينه في الصلاه له علاقه في القلب والعقل والجوارح لا مش اعطيه التعريف البسيط له ايش تعريفه سكون الاعضاء بشكل تام سكون الاعضاء بيقول العلماء حتى يرجع كل فقرة إلى فقرة إلى مكانها كل مفصل يعود يعني أنا مثلا كنت هيك واقف ركعت لما أرجع ما بصير أسجد قبل ما كل فقرة ترجع لمكانها هسه اللطيف بالتعريف كمان إنه بيعرفوه العلماء بتعريفين لطيفين عشان هيك لها علاقة بالعلاج بالتنفس تبع الشعوذة هذا العلماء بيقولوا أن تسكت بمقدار ما يرتد إليك نفسك يعني كأنك تقول الله أكبر مفروض طبعا الله أكبر بعدين أقول دعاء الاستفتاح مش الله أكبر الضالين آمين دكتور أنا بوسوس بالصلاة أكتب شو موسوس أنت عبارة عن شيطان عم بيصلي مش شيطان يعني مش بني آدم أنت عبارة عن واحد لابس قناع إنسان وعم بيصلي استغفر الله العظيم فهي واحدة من تعريفاتها بمقدار ما يرتد إليك نفسك التعريف الآخر أن تسكت بمقدار تسبيحتين يعني أني أحكي الله أكبر وأتخيل مش أحكي أتخيل أنه عم بحكي سبحان الله سبحان الله هذا إيش بيعمل التوقف بيخليني أفكر باللي راح يعني لما أحكي الله أكبر التكبيرة بتأخذ حقها
وبصير أفكر باللي جاي بدعاء الاستفتاح. وكذلك بين كل ركنين، يعني تكبيرة الإحرام لازم يكون وراها طمأنينة، فاتحة بعدين طمأنينة، ركوع قبل ما أحكي إشي طمأنينة، قيام قبل ما أحكي إشي طمأنينة، وهكذا. أنا دائما بحكي وجربوها من اليوم، صلوا اليوم الوتر ركعة واحدة مش ركعة واحدة، بيقول هو الله أحد بس بطمأنينة، وشوفوا إيش هتسوي فيكم. بس وهي بس أركان لسه ما حكينا، اقرأوا تفاسير السور وعرفوا تدبرها وبما نزلت. بس لما تحكوا الله أكبر، ما تعمل الله أكبر بس هي الغوها، بس اعملوا الله أكبر وسكوت، من هون حيبلش الفرق. طبعا في تمرينات كثيرة بس هذا تمرين يومي، لأنه الكل بيعرفه الصلاة وأركانها وأهم ركن فيها في موضوعنا الطمأنينة. طيب زي ما توقفنا عند الأشياء اللي دخلت هناك وصار بدها تفكيك، لازم أتوقف الآن حتى أعرف الأفكار اللي طلعت عندي صح ولا غلط. هون نجي إلى العقل، وهون نجي نعرف العقل. ما هو تعريف العقل؟ العقل هاي له تعريفات كلها، الحجر والنهى واللب والحلم، ويقال ضد الحمق، القوة والشد والربط والقيد والتوثيق والحبس والمنع والجمع والمرد والتمييز والإدراك والفهم والتثبت في الأمور والعلم والحصن والملجأ والقلب، وهو صفة تميز الإنسان عن غيره. هذا هو العقل. لاحظوا أنه في كل الأشياء اللي مذكورة، طبعاً واضح أني مركز على الأشياء اللي لها علاقة بورود لفظ العقل في القرآن. الإشي المميز في لفظ العقل في القرآن أنكم لن تجدوا العقل في القرآن يذكر على أنه إيش؟ شغلة، عضو، اسم. يعني ما راح تشوفوا مثلاً إن في ذلك لذكرى لمن كان له عقل، ما في عقل، ما في. لكن كله دائماً يعقلون، تعقلون، من بعد ما عقلوه، دائماً عملية، دائماً. ولذلك بقول لما تقولوا عقل وتأشروا هون ما في مشكلة، هذا مجاز مرسل. لكن ما تكونوش عم بتقولوا العقل وانتو قصدكم الدماغ، الدماغ عضو، الدماغ ممكن ينقص نصه ولكن ما زلت عقل. واضحة ولا مش واضحة؟ ولا ضيعتكم؟ أعيدها مرة ثانية. زي ما التفكير عملية، مش قلنا التفكير هو عملية إيش؟ تفكيك. صف العقل هو إيش؟ إعادة التفكير. بالضبط. زي ما فككت وصار عندي فوضى الملابس اللي طلعناها من الحقيبة قبل شوي، هسا إيش بدي أسوي؟ الملابس هاي بدي أرجعها مكانها وبلش أرتب. حق المرأة في الإسلام، يا ترى احنا متخلفين ومش متخلفين، يا ترى معاوية فعلا كان زي ما عم بيحكوا عنه لما كان، يا ترى أنا بصير أطلع على الجامعة ولا هي مختلطة، يا ترى شو حكم التعامل مع، هاي كلها أشياء بدها إعادة ترتيب، بدها عقل، بدها توقف ومحاولة الضبضبة والربط. العقل ليش بيسموه الحج هون لابس عقال؟ ايش يعني عقال؟ من وين جاي كلمه العقال؟ من الربط، من التثبيت. الحطه بدها عقال حتى ما تروح وتيجي وكل شوي نقعد نرتب فيها، عقال، اعقلها وتوكل، اربط. واللطيف بالمناسبه انه مش بس في اللغه العربيه، هسه عقل في الانجليزي ايش؟ مايند. مايند بالانجليزي فعل ولا اسم؟ فعل. دونت مايند ايفر. Don't mind and I don't mind ما عندي أي مانع. مانع لاحظين؟ ما عندي أي مانع. يقول له mind your language، راقب كلماتك. mind your behavior، رابط بالرابط، يعني احذر أو يعني انتبه. نفس الشيء minding ing mind عقل. إذا العقل هو إيش؟ هو عملية. إيش الغرض منها؟ الربط والترتيب، وحنحكي بعد شوي كيف أعقل. واضح بس لفظ العقل إيش هو؟ طيب إذا من الآن فصاعدا أرجو لما تحكوا كلمة عقل اعرفوا أنه هي ما هياش الدماغ. الدماغ واحد من الأشياء اللي بتعقل، واحد من الأشياء اللي بتعمل. طيب في سؤال تفضل. لا المجنون ممكن يعقل يعني؟ لا المجنون لا يعقل، لا حنشوف كمان شوي، لا يستطيع ربط الأشياء والقياس بينها. ولذلك ممكن تكون عم تحكي في موضوع ما له أي رابط بالإشي وهو يحكي لك إجابة ثانية. طيب وبالتالي الجنون ضد العقل. طيب ما ليش هلو قلت شوي القلب هل له جزء من العقل؟ القلب المادي، نحن نقول أن القلب الذي في الصدر بحسب ما يظهر لنا من تفسير القرآن والشواهد فيه إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.
فلما يجي المشكله ليش عم بحكي لك هيك؟ طلع واحد مره باعجاز قراني كذا بده يثبت لنا خاوه انه القلب هو اللي في الراس عشان يعني ما يزعل الغرب. يا عمي ربنا يقول في الصدور والقلب هو وسط الشيء وجوهره هو. انا اللي نعم القلب والان الابحاث عم تكتشف انه القلب مش بس المضخه اللي لا عم بياثر في السلوك وعم بياثر في وعمليات زرع القلب عم بيظهر فيها يعني اختلافات وكذا الى اخره. انا اؤمن بانه التعقل هو عمليه قلبيه. في القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها، مش ام على ادمغه، مش ام على ايش الايه الثانيه كمان، وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه. صف الفقه من القلوب مش الى اخره. طبعا كيف الله اعلم يعني هاي لسه. طيب ايش نعم معناته اللي قلبه عليه ران او صدى لا يستطيع التعقل؟ طبعا لانه وعشان هيك هو بده يشتغل علشان العقل اللي حنحكي عنه بعد شوي كيف يوصل له، بده يشتغل عليه بإزالة هاي الشواهد. طيب لا بس كنت بدي أعلق انه ممكن يكون في عقل بس بمرد غير المرد الصحيح. طبعا هو انت ممكن تعقلي شيء ثاني بس لن يوصلك الى العقل اللي هو حكي اللي حيعطيك كل النتائج السعيدة. طيب لاحظتوا اذا العقل شو بيعطي؟ المدخلات ايش كانت؟ كانت كثيرة. شو صار فيها بالتفكير؟ تبعثرت، وهذا اللي خوف الناس من التفكير. لكنه بمجرد انه الانسان نط شوي خطى خطوة للتفكير، دخل على شاطئ التفكير ما خاف منه، بعد شوي يوصل لوين؟ للعقل. العقل ايش صار في الدوائر؟ لاحظين ايش صار؟ ترتبت الامور مرتاحة مستقرة. هلأ بعض الناس بيقول طب يا دكتور ممكن اوصل للعقل بدون تفكير؟ سؤال مهم. إذا الإحساس كان من قبل التفكير. طيب. بالبديهية. حسب إيش تعريفكم للتفكير؟ إذا كان قصدكم التفكير إني أقعد أجيب المسألة أمامي وأبلش أحلل وأسوي ابن سينا والفارابي وأرسطو ومش عارف مين، لا ممكن ناس يوصلوا من غير هالكلام. لكن إذا كان قصدكم التفكير الاكتفاء بالمرد أو بالمرجع أو بالمصدر من البداية بإني أخذ منه الشغلة وأرتاح لها بكفي. والمثال التقليدي اللي بنحكيه مثال الرازي. الرازي ماشي مع تلاميذه في نيسابور، شافته امرأة عجوز. عارفين لما كيف واحد مشهور ماشي والناس حواليه، فشافته وقالت من هذا؟ مين هذا اللي ملمومين عليه؟ فواحد من تلاميذه ركض زي كأنه لسان حاله أنه تفضحيناش، ألا تعرفين الرازي؟ شو قالت له؟ مين بيعرف؟ قالت له وما الرازي؟ مش ومن؟ إيش يعني الرازي؟ طيب وما الرازي؟ قالها ويحكي هذا الذي لديه ألف ألف دليل على وجود الله. فهزت كتفها وقالت والله لو لم يكن لديه ألف ألف شك لما احتاج إلى ألف ألف دليل. شوف الزلمة راح، الولد أخذ العبارة لمين راح؟ على الرازي. الرازي لما سمع العبارة إيش قال؟ رفع رأسه وقال اللهم إني أسألك إيمانا كإيمان عجائز نيسابور. طبعا على طول البعض حينط يقول يعني العجوز أحسن من الرازي. غلط. العجوز وصلت بفكرة واحدة، كيف الأعرابي تبع الأثر تدل على المسير والبعرة تدل على البعير فسمى خلص كفاها. لكنه هذا اللي كفه هون قد لا يكفي شخص من النوع اللي ربنا ميسره إلى أن يشك علشان واحد زيه هو اللي يوقف في وجه الملاحدة. لكن في الأخير كل هذا الشك في الأخير وين بده يوصل؟ للطمانينة تبعت مين؟ تبعت الحجة بالضبط. عجائز مرات بتلاقي أولادها أنت يا أم أنت شو فهم كنت وشو فهم أنت عارفة تقدر تقولي لي الله كيف تثبتي وجوده؟ روح اقرأ بني روح انضب إذا ما استخدمتش عبارة يمكن أقسى شوي. طيب أنا اللي نظفت لك روح. هو حقيقة وأنا شفت من هذول الشباب بيلف وبيدور نفسه يوصل للطمانينة تبعت أمه بس مش قادر. ليش؟ عنده كبر، يرى أنه بطريقة عقله للأشياء يستطيع أن يحكم على كل شيء، وبيروح يخبط بالحيط ويرجع يخبط بالحيط ويرجع ومش راضي يهدأ. إذن هل ممكن
لا بس حسب تعريفكم للتفكير. اذا كان قصدكم تفكير المعقد لا طبعا ممكن ان تتجاوزوا بكل سهوله، بس كل ميسر لما خلق له. ما تيجي تقول لي اه والله زي ما اقول دائما، نزلت انت على البارحه ولا شارع ولا حكمه ولا فلسطين، شارع فلسطين، نزلت على بن شرجي طيب وهو قاعد بيصلح لك، يا حج سمعتك بتقول الحمد لله، اه والله يا ابني الحمد لله، بس بتعرف انه يعني هاي كلمتك ممكن ما تكون مش صحيحه، ما في اله يعني. زي ما خذ عجلك وروح يعني. روح. غلط انك تتكلم مع شخص بمساله هو في نظره مسلمه وما بتحتاج يعني. لو اخذ عطاء يا زلمه انت من كل عقلك يا زلمه، مين اللي خلق السماء؟ مين اللي تعال؟ طبعا انت حتخوض بتفاصيل حتوصل في الاخير لنفس اسئلته، بس انت حبيت تاخذ الطريق الطويله، ما حب الطريق الاوتوستراد السريع ما حبيته انت. لكن لا تحكم على غيرك بالجهل، ديروا بالكم اياكم ما تقعوا في هذا الفخ. آه طلع هذول كلهم مغفلين هيك مسلمين هيك بالفطر، لا ديروا بالكم. طبعا اذا كان واحد عم بيقلد ومش فاهم هاي قضيه ثانيه بده يوقف، لكن اياك ان تتصور انه بس لانه الناس ما شاركوك بنفس الفكر يعني القلق تبعك اذا هم اقل منك. احذروا من هذا، ديروا بالكم من هذا الحكم. دكتور ممكن اسال سؤال اكمل وبعدين نشوف حتى طيب، بس انت مذكر سؤالك. طيب السؤال هو كيف اعقل؟ كيف اعقل؟ كيف ارتب وكذا؟ هون بيجي العلماء بيحكوا على الثلاثيه هاي، الربط والتلازم والقياس. ايش يعني الربط والتلازم والقياس؟ حكينا قبل شوي في تعريفات العقل انه من تعريفاته ايش؟ انه ربط الاشياء. ايش يعني ربط الاشياء؟ اني انا اكون بلشت اعمل علاقه بين هذا وهذا بربطهم. هاي وحده، مش هاي لحالها ما بتكفي. مجرد انه وجود شيء مع شيء اخر مع بعض مربوطين مع بعض هذا لا يعني عقل، لكن هاي وحده مهمه جدا. طب شو كمان؟ الشغلتين هذول انا بحس دائما انه عم بيكون في تلازم بينهم. ايش يعني؟ كل ما هذا انوجد هذا انوجد، بسمع هذا الصوت بيكون معاه كذا، بعد مرتين ثلاثه بكون عارف انه هذا الصوت معناها في قزازه انكسرت في كذا، في حادث سير مش عارف ايش. طبعا هذا بعد تدريب بيخليني يكون عندي حدس لاشياء ثانيه. طيب بس بلشت من هون، صار في ربط، صار في تلازم. مره واحده ما بتكفي، مرتين ما احيانا يمكن ما بتكفي، ثلاثه اربعه خمسه المرحله المتقدمه اني اقيس. ايش يعني اقيس؟ هو اني ابني شيء مش معلوم على شيء معلوم. هذا هو القياس حتى عند الاصوليين في الفقهاء هيك. ايش يعني؟ يعني واحد يجي يقول زي قضية المسألة الشهيرة، زي قضية تحريم الحشيش أو الدخان أو ليش مبنية على إيش؟ على الخمرة اللي هي إيش؟ فيها ذهاب للعقل. هذا اسمه قياس. هاي العمليات الربط والتلازم والقياس هي بالضبط مين بيقوم فيها لو بتعرفوا؟ عذرا معلش حمشي هاي حرجع لها بعد شوي. مين؟ معظم الألعاب اللي بنقدمها للأطفال هي ألعاب عقلية، بتلاحظوا؟ معظم الألعاب هي كيف يدخل المثلث في مكانه، هذا ربط، عم بربط هاي الصورة لأنه بالنسبة له ما بيعرف في البداية، ببلش شوي شوي يعقل. إيش يعقل؟ يربط هاي هذا الشكل بيفوت في هذا الفراغ، هذا المربع بيفوت في هذا المكان. بعدين وما بيكون عارف انه اسمه مربع، بعدين احنا بنصير نضحك عليه ونسميه مربع، هو يمكن يكون مثلث الله اعلم. طيب بس احنا تعرفنا عليه انه اسمه مربع. هاي المسطره بقدر اسوي فيها كذا. هذا الربط هو جزء من الاجزاء اللي كثير بتعتني فيها العاب الاطفال. بعد شوي بيصير الطفل لو ورجيته شكل ما ورجيته اياه قبل شوي بيصير ايش يعمل؟ اي عمليه؟ قياس. بيصير يقول لك هاي كأنها ممكن تنفع هون، بيصير يجرب، وهون عاد ببلش قياسات الذكاء عند الأطفال والنبوغ وإلى آخره. لكن هي في الأخير كلها عمليات عقلية، ربط، تلازم، قياس. أرجع على اللي كنت بدي
أورجيكم إياه في البداية. هذا العقل إيش بيسوي؟ له كثير آثار رائعة. لو أعطيناه شوية وقت، تذكروا هذا الشكل اللي غلبنا؟ بيجي آلية العقل شو بتسوي؟ بتبلش تربط الأشياء مع بعض، اللي بتشابه مع بعض، تخليه في صنف لحاله، في ملف لحاله، وصولا إلى هذا الشكل. شوف الشكل ما أريحه، شوف الفرق بين هذا الشكل وهذا الشكل، كثير فرق صح؟ إيش هاي العملية اللي هون؟ إيش اسمها؟ عملية عقل، ربط الأشياء ووضعها بشكل مرتب منظم في علاقات متساوية، الدائرة جنب الدائرة، الكذا جنب الكذا، هذا الملف بدي أحطه كذا، هاي المسألة بدي أراجع فيها الكتاب الفلاني، هذا الزلمة مبين عليه من الناس اللي ممكن يحكوا لي في الموضوع الفلاني بس ما أراجعه بالكذا، هاي كلها عمليات عقل، هاي كلها عمليات عقل. فلان كأني حاس إنه هذا حيطعني بظهري، إيه من وين جبتها؟ قياس، من وين؟ من مجموعة صور مستودعة في دماغي، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، هذول اللي أنا تعاملت معهم بالتجارة بالفلوس بالكذا، صار منهم هذا بتشابه معهم ب80%، فغالب ظني إنه حيشبههم، هذه عملية قياس. هل قولي هذا سوء ظن؟ سوء ظن، نعم، لكنه الفكرة بحد ذاتها أنت مش محاسب عليها، أنت محاسب على إيش اللي حيصدر، مش تيجي تقعد تسبسب عليه، ليش تسبسب؟ أنت بتشبه، شو دخلني أنا هذا المشبه؟ أنت لسه ما جربتني، لكنه في حذر، في حذر. من فوائد هذا الكلام، تتذكروا لما حكينا على الشكل المزدحم، قلنا طلعوا لي منه الأشياء النفسية، تتذكروا الاضطراب، التوتر، الكذا، العكس تماما، طلعوا لي هون، إيش فيه؟ تنظيم، الهدوء، طمأنينة، ترتيب، استقرار، فعالية. ترتيب، الفعالية، الإنتاجية، سهولة استدعاء المعلومة، التذكر، إلى آخره، هاي كلها. الشيء الثاني اللي حكينا عن البنت اللي ضربها أبوها لما رجع البيت، شايفين المساحة قديش؟ يقدر يستوعبها، وبنات الجيران، وبنات العم، وطلاب المدرسة، والزحمة اللي في المرور، والزمامير السيارة، كلها بيستحملها، ليش؟ وهذا لسه طبعاً رسم تبسيطي، لسه 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 إمكانياتنا أكثر من هيك بكثير. هذا بس رسم هيك، يعني محاولة فقط لإعلامكم بأنه الدماغ يستوعب، بس القضية هل أنتم مستوعبين استيعاب ولا لا؟ هاي طبعاً هون مذكور، بس بالمناسبة السلايدات إن شاء الله حنزلها على مكان ما، نتفق أنا وياك. طيب، هذا كله فوائد العقل. الآن بدنا نعمل تطبيقات هون، حنعملها بيننا وبين بعض، بس حنوقف التسجيل إنه ما حينفع للي عم بيشتغلوا معانا. طيب، حنوقف التسجيل معلش، لأنه يعني ما حتكون يعني تفاعلية كثير. طيب، الآن السؤال، طيب علمنا ما هو العقل وعلمنا كيف نعقل، طيب آلية العقل شو هي؟ السؤال هو العقل لحاله بكفي؟ هينا قلنا إحساس ما بكفي، تفكير ما بكفي، بس وصلنا للعقل، في لسه شيء لوين؟ العقل بكفي ولا ما بكفي؟ هاي مقتطفات من كتاب لدكتور منير مرسي، يقول إن العقل يسبح مسافات بعيدة يفكر ويتأمل، لكنه في كل ذلك لا يخرج قيد أنملة عما أمدته به الحواس. يعني مهما أنت حاولت، في الأخير آلية العقل عندك محدودة بإيش؟ بالمدخلات اللي فوتتها أدوات الحس من قبل، صح؟ شوفوا إيش بحكي كمان، ذلك لأن أقوى الحواس وهي حاسة البصر تنظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك، طيب؟ بطلع على الظل واقف غير متحرك، وتحكم بنفي الحركة، تقول أكيد هذا ما عم يتحرك، هذا واقف. ثم بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه لم يتحرك بردة واحدة، بل على التدرج حتى تتوارى حالة الوقوف، كما إنك تنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً، ثم بالأدلة الهندسية تبين أنه أكبر من الأرض. إذا آلية العقل عندك حتى اللي أنت شايف حالك فيها كثير متوقفة على إيش؟ حواس. على أشياء كثيرة، من أهمها الحواس أو أدوات الحس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في جملة رائعة للشافعي ما كتبته هون، يقول: اعلم أنه كما للنظر حدا لا يتعداه، فإن للعقل حدا لا يتعداه. مرة ثانية، اعلم أنه كما للنظر حدا لا يتعداه، فإن للعقل حدا لا يتعداه. يعني هسا أنا في النظر ما بقدر أشوف وراء هاي الحيطة، هاي حدودي. وكذلك العقل هو عملية متقدمة، هو عملية فوق النظر لكنها برضو محدودة. فما حد يجي يقول خلاص أنا بالعقل أستطيع أن أحكم على كل الأشياء. ولذلك خليني أعطيكم هذا المثال التقليدي اللي بحكي للناس. لو الآن إحنا جالسين هنا وسمعنا صوت انكسار شيء يشبه الزجاج برا، قديش نسبة احتمالية أنه يكون اللي انكسر برا زجاج؟ حسب الصوت عالي. حسب الصوت عالي. حسب الصوت عالي؟ عالية نسبة. حسب الصوت عالية. بس هل تستطيع أن تحكم يقينا بأنه اللي انكسر برا زجاج؟ لا. ممكن؟ لا. هل حد في حد يقول ممكن؟ متفقين أنه مش ممكن، صح؟ طيب، لو خرجت ونظرت إلى كأس الزجاج أمامك تسقط وتنكسر وسمعت صوتها، يقين. إيش صار؟ يقين. صار يقين. غلط. ليش؟ لمستش. لا، ما تأكدت أنه زجاج أولا. ما تأكدت أنه زجاج أولا. طيب، بس انكسر، وفي اللحظة اللي انكسر سمعت الصوت. قد يتفق في تلك اللحظة أن شيء من زجاج انكسر في مكان مجاور في اللحظة اللي انكسر فيها الشكل اللي أمامك، فبتكون أنت حكمت على الشكل اللي أمامك، لكن الصوت صوت مين؟ عقدكم. هو هيك، هي هيك القضية. هاي بالمناسبة هاي من الأمثلة البسيطة اللي بتنعطى للملحد حتى ينحكى له انضب وخرس، اللي بيفكر أنه آلية العقل عنده تستطيع أن تحكم على كل الأشياء. مرة ثانية، أنا رحت شفت الكأس أمامي وقع وانكسر، سقط وانكسر، خلاص أكيد أنا متأكد أنا شايفها. لا، أنت بتقول في نسبة 99.99 أنه هو اللي انكسر قدام، لكنه في نسبة بتضلها أنه أولا اللي أمامي يمكن مش زجاج، يمكن بلاستيك، بس الصوت اللي سمعته صوت شيء ثاني. طيب، تحققت أنه زجاج، طيب، وانكسر أمامي، وفي لحظة الانفطار سمعت الصوت، يقين ولا مش يقين؟ هاي لمسته بإيدي، شفته انفطر أمامي في تلك اللحظة الصوت، شو؟ لا، برضو احتمالية صوت شيء آخر. حتقولوا لي طيب، هل ممكن أحكي أنه أنا متأكد أنه اللي أمامي هذا انكسر وطلع صوت، بس ما بقدر أقول له لحاله؟ كلامكم هون بيكون سليم. واضحة هاي ولا زيادة؟ مين اللي حس حاله ضاع في الأخير؟ أنا حست. معقولة؟ طيب، مرة ثانية، إيش؟ الهدف إنه العقل وحده لا يقوم، هذا اللي بدنا نحكيه. العقل وحده لا يستطيع الإجابة على كل الأشياء. آلية العقل عند الإنسان محدودة، حتى لا في يوم من الأيام واحد كتب كتاب اسمه Man Stands Alone، الإنسان يقوم وحده، لا محتاج لا لكون ولا لغيب ولا لإله ولا لك. والآن عندنا أشياء كثيرة. هذاك اليوم على تويتر واحد بيحكي عم بيناقش واحد ياباني ملحد، فقال له إحنا وصلنا لدرجة من العلم مش محتاجين إله. هو يظن، لكنه هو مش عارف، ما بيقدر يجاوب على أشياء في نفسه. هو قلبه ما بيعرف كيف يتحرك، هو قلبه ما بيقدر يجاوب على من أين أتى بالنبضة الأولى. طيب، ولذلك حنفصل فيها كمان شوي في قضية العقل، بس اللي بدي يكون واضح هون أن عملية أن أسلم نفسي بأمان لآلية العقل هاي بدكم تديروا بالكم منها. ولذلك حاورجيكم شغلة بسيطة برضو مقطع فيديو آخر، وبعدين يعني ننتقل لآخر شغلة اللي هي علاقة العقل بالقراءة. بدي أوقف تسجيل. حاضر. السؤال الآن، العقل لهون بكفي؟ يعني العقل حتى الآن يكفي؟ لا، في شيء ما يعرف بهرم ماسلو أو الاحتياجات الإنسانية، اللي بيقول لك إنه الإنسان أول شيء يلبي حاجاته الفسيولوجية الجسدية، الأكل والشرب والإخراج والجنس والكذا، بعدين يرتقي إلى قضية الانتماء والحب والشريك الآخر والجنس الآخر.
ثم بعد ذلك يرتقي إلى أكثر من ذلك. نحن عندنا يعني في فهمنا للدين نقول إنه طبعا الإنسان بعد أن يلبي حاجاته يبدأ يفكر في من أنا ولما أنا، مين أنا كإنسان، ما الذي أتى بي إلى هذا الوجود، من الذي أوجد هذا كله. هذا الكلام العقل وحده لا يجيب عنه. العقل يدوب يوصلك لحوافه لشواطئه، يعني يدوب العقل يحكي لك ترى لازم يكون في إلك موجود، ترى لازم يكون في هنالك سبب من الوجود. هذاك اليوم كنت واحد داخلي على تويتر ملحد بيقول لي هاي الكوزاليتي السببية أنت الإنسان اخترعها حتى هيك يريح حاله، فما جاوبت. طبعا كان قصدي شيء، بعد شوي قال لي رد عملها ريتويت مرة ثانية إنه الإنسان ترى بيعمل، ما جاوبته. قال لي أنت كأنك هربت، ما جاوبت. بعدين قلت له أنت ليش مصر إنك توصل لي المعلومة؟ قال لي جاوبي طبعا، فعملت اقتطاع على كلمة بيكوز وعطيته إياه، قلت له هي سببية. إذا أنت مهتم علشان، ما تجي تقول لي العلشان هاي أنتوا اخترعتوها، قل كله علشان. أنا عم بعطيكم مادة علشان، أنتوا عم تاخذوا مادة علشان، ربنا خلقنا علشان، كله فيه. لكن طبعا بس حتى يكون واضح، الغائية والسببية عند الله تختلف عند الإنسان، حتى ما حد يلخبط. يعني زي ما بحكي دائما، الله كريم والإنسان كريم، لكن كرم الله ليس كرم الإنسان. الله عليم وقد يكون الإنسان عليم، لكنه علم الإنسان، فما يعني ما دخل أشياء بعض. هاي المسألة بتوصلني إلى إنه العقل بيوصلني إلى حواف في الأمر، لكن ما بيعطيني الإجابة عليها كاملة. وهنا يأتي الفرق بين عالمي الشهادة والغيب، وهذا بالمناسبة لا يختلف عليه حتى الملاحدة. ما الملاحدة ما بينكروا إنه في عالم غيب، عالم غير مرئي، مشكلتهم فقط في كيفية التواصل معه. نحن نقول أن آلية العقل مع الفلتين مختلفة. الشهادة، عالم الشهادة هذا هو اللي العقل بيقدر يتعامل معه، وحتى عالم الشهادة زي ما قلنا قبل شوي زي العطر وما عطر وغيره ما بتقدر تحكم، تقدر تنخدع فيه بكل سهولة، فما بالك إذن بالغيب. هون بلشت المشاكل لما الإنسان بلش يفكر بمين جابني وكذا. بتبلش المدارس، المدارس الشرقية، فلاسفة الشرقية والطاوية وما طاوية والطاقة وما طاقة والكلام هذا، هذول مشكلتهم خاضوا بالغيب زيادة عن اللزوم، وصاروا يألفوا في براهما وفي كريشنا وفي مش عارف مين وفي كذا وفي، وصاروا وفي فيدا وفي، صاروا يألفوا آلهة، ومنها طبعا الآن الشعوذات اللي عم تنعطى بالدورات التدريبية وغيرها. في المقابل العالم الغربي المادي لا، أنكر الغيب كله على قولة يعني مش عارف المسيري ولا غيره كان بيقول المادية أطلقت التفكير ليخترق الغيب، فعاد خائبا فأنكر الغيب. حاولوا أنه يشوفوا الله شو هو كيف مش عارف، فلما ما قدروا لا أكيد ما فيش. زي ما بضحك مرات مع بعض الملاحدة بقول له مع فارق التشبيه أنت زي ولد زعل من أبوه ما أعطى المصروف، فراح قال لأمه بالمناسبة ما في شيء اسمه بابا. حامض العلم. بالضبط. بس يعني أنت، فأنكر الغيب. وبين هذا وذاك تأتي الأمة، أمة الوسط، لا الغيب موجود ولا ينكر والشهادة موجودة، كيف نتعامل معهما؟ هون يأتي القاعدة اللي العلماء تركوها لنا. دكتور. أيوة. القاعدة اللي تركوها العلماء قاعدة جليلة جدا، إنه الإنسان حتى يحصل على معلومة يقينية عنده ما يلي: يا إما تجربة والخطأ، يبلش يجرب ويغلط يجرب ويغلط يجرب ويغلط، وهذه غير أنها قد تأخذ أوقات وسنوات ممكن في الأخير ما تعطي اليقين، أو تعطي يقين محدود لكن مش يقين شامل. يعني أنا بس بعرف بهاي الشغلة إني أنا متأكد، زي الكلمة المشهورة عن توماس أديسون، أنا بعرف مش عارف 900 وك يعني طريقة ما بينعمل فيها كهرباء، طيب لكنه هو ما بيحط بكل شيء. حتى علق واحد بيقول وهذه من أسباب إنه توماس أديسون ما درس دراسة أكاديمية. الناس بيقول لك عمي حتى مكتشف الكهرباء ما دخل مدرسة، عشان هيك طول 1000 محاولة، لو كان دارس يمكن كان 10 محاولات وكفى. لكن لا يعني إنه يعني الناس بيقول لك يعني ما فهمناش يعني مدرسة كويسة مش كويسة، المهم إنك تعرف إيش بدك. طيب
البعض يقول لا بالعلم التجريبي الحديث العلم المادي evidence based حسب الأدلة حسب البراهين، وهذا برضو الآن مش موصل حتى الإنسان إيش هو كينونته القلب ما كيف يعمل ما الذي يدعو النبضة الأولى ما في مين اللي أوجد آخر إشي عم بيطلع البيج بان نظرية التصميم العظيم نظرية طب وبعدين طب مين اللي عمله مين اللي بيرجع لورا يعني ما في هي بس تكهنات فقط. مقابلة مع واحد من متزعمين الإلحاد قبل فترة بيقول له اللي بيقابله بيقول له يعني أنت زلمي عالم قديش بتحط نسبة لعدم وجود إله؟ قال له 99% على الأقل. قال له طيب ما دامك عالم ليش مش 94% ليش مش 97%؟ قال أكيد أكثر من 50%. فبثواني نزل من 99 ل 50%. قال له طب حتجاوز طيب السماء والأرض ذول مين خلقهم؟ قال له شايف بدك تلعب علي بتقول خلقهم مين قال لك إنه في خالق؟ قال طب بلاش هذول كيف إجوا كيف صاروا؟ قال أنا أؤمن بأنه في حضارة كانت سابقيتنا من aliens من فضائيين كائنات فضائية وهم اللي إجوا حطوا بذرة الحياة في الأرض وراحوا. فالزلمي مش مين جابهم؟ الزلمي قال له يعني أنت عندك مشكلة مع وجود إله وجاي تقول لي في aliens هم اللي يعني بعض الناس بيلعبوا لعبة سخيفة بيألف لك قصص بس حتى لا يروح يسجد سجدة لله حتى لا يكسر الكبر اللي في العقل تبعه. العلماء في الأخير تركوا ما يسمى بمرض فرضه إلى الله ورسوله. خلاصة هذا المرض إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعي بدليل إيش يعني؟ يعني أنت عندك اليقين عم بيجيب دائما من شغلة من ثنتين طبعا في شغلة ثالثة بس ما بدي أخوض كثير. يا أما أنت بتدعي يعني أنا بدعي هسا إنه هاي الورقة إذا تركتها بتنزل احلف ما بتمشيش هيك. طب وجيب لي 5000 واحد معك يقولوا هيك والله لو جاب لي 50000 ما بقى ارميها قدامي نزلت مش بس مره مرتين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه بنفس الظروف هاي صارت خلاص حقيقه ان كنت مدعيا فالدليل. طب وان كنت ناقلا في برا حادث سير صار هاي العقل لو شيب ما كيف بده يجيبها حيقعد يتامل لحظه ما في صار هون بدك ايش؟ بدك مصدر يقيني يا اما يوصلك انت بنفسك وهي صعبه يعني اذا كان في حواجز بينك وبينها يا اما انه مصدر ثقه بينك وبين هذاك المشهد 10 15 100 1 حسب معايير معينه يقول لك بالمناسبه ترى في حادث سير برا. عملنا دوره صغيره اسمها مذكرات العملاق الصغير بنعملها لاولاد يعني اطفال من 7 ل 12 فمره بدي أورجيهم كيف الواحد يعني يوصل لهالمعلومة، فجبت هيك شرشف وقلت لهم اعتبروا هذا الفضاء. كان بدبي. واعتبروا إنه هذا وراء الفضاء أنتم ما بتشوفوه. بعدين مسكت قلم ورميته. فلما رميت القلم قلت لهم يلا احكوا. قالوا ايش؟ يلا فكروا. قالوا بدنا نفكر من وين إجا القلم. قلت لهم ممتاز حلو، بس ليش قلتوا من وين إجا؟ مش يمكن القلم إجا لحاله؟ لا ما بيجي كيف وصلنا عد نناقش. فصار يحكوا ما بصير القلم يطير لحاله طب كيف افرضوا طار لا لحد ما بدي اوصلهم فكره انه لازم توروني فصاروا يوروني انه القلم اذا سبته يعني بيسقط فلازم حتى يطير لازم شيء يطير قلت له ممتاز كل اللي عم بتسووه هذه اسمها ايش العمليه هاي كلها هاي العمل لا دليل عمليه عقل ربط تلازم وقياس طيب كل العمليه هسه السؤال مين اللي رمى القلم فطبعاً قالوا لي أنت قلت لهم لا إحنا اتفقنا إنه هذا الفضاء أنتم مش شايفين اللي وراء فبلشوا ما طب صعب يعني لن كما للنظر حد لا يتعداه فللعقل حد لا يتعداه هاي بالمناسبة دائما بحكي هاي الفقرة اللي عم بحكي لكم إياها مسجلة فيديو لأن لما بحكيها للناس بيقول الدكتور هاي غريبة يعني صعب جبت ولد فيهم اسمه حمد تعال يا حمد هذا القلم انا اسمي عبد الرحمن روح قل لهم عبد الرحمن هو اللي رمى هذا القلم فلما طلع حمد وقال لهم قلت لهم هذا اللي قبل شوي قلنا انه اسمه العقل فانا لسه بدي اقول لهم يعني النقل ومش عارف ايش يعني بدي اتفلسف عليهم قلت لهم هذا هسه الشيء الجديد ايش اسمه قالوا لي هذا محمد صلى الله عليه وسلم نطوا علي وتجاوزوني ويعني بسبعة ل 12 فهموا الفكره اني بدي اوصلهم ان العقل وحده لا يمكن ان يوصل الى كينونه الاله ماهية الإله ماذا يريد الإله لأنه أكيد بدك حد يقول لك هذا هو ما يسمون النقل العقل والنقل
ممكن تعقل من هون للسنة الجاية أشياء كثيرة، لكن لن تستطيع بالعقل فقط أنك تعرف مين أنت وليش أنت وليش خلقك وشو بده منك وما هو المنهج، وتظل تجرب نقتل وبعدين نزعل ونجيب عطوة وبعدين نتفق لا يا جماعة ترى القتل ما بيصير، بعدين يقتل واحد لا بدنا نسوي حالة ثانية للقتل من خلاص هو نزل لك من البداية هذا هذا مانيوال موجود جاهز مرد. هذا اللي احنا بنسميه الآليتين العقل والنقل، إما عقل صريح أو نقل صحيح العلماء بيسموه للوصول إلى المادة العلمية اليقينية، وللتأكيد أكثر احنا بنسميها الوحي والعقل، الوحي والعقل حتى لا الناس يتلخبطوا مع أي علم ثاني، لا نحكي الوحي الدقيق المنقول بصحة وبثقة وبدقة وإلى آخره، زائدا العقل هذا اللي بيعطينا ما نسميه المرد. الثلاثية اللي حكينا عنها كلها الإحساس والتفكير والعقل، هون الإحساس عبارة عن صور ومدخلات الغريزة والعادة تحكمها وبيطلع منها إيش؟ انفعال. التفكير مجهول، خوف، فضول، توقف، فكرة، تفاعل، هاي باختصار يعني عم بحاول أوجز كل اللي حكيته. العقل فكرة تدعو إلى الفضول، بحث بيطلع لنا هون إشي إيش اسمه؟ عقيده. من وين جاي كلمه عقيده؟ من العقده، مش احنا حكينا العقل هو ربط الشيء، فلما العقل هذا بيشتغل 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 يصل الى انه يعقد على الشيء، فبيصير صعب على الانسان انه يتزعزع عنه. الان التصرف اللي حيطلع من هون اسمه حكمه، وضع الشيء في موضعه. السؤال كم يلزم الانسان من الانتقال من مكان الى مكان؟ حسب الحاجه وحسب المعطيات اللي عنده. شخص ممكن يكون عنده معطى معين، كتيب صغير بيدخل على مكتب على معرض كتاب ياخذ هالكتيب لانه بيعرف انه هي حاجته، بيطلع من المعرض قرا الكتيب هذا واذ به اكثر الناس طمانينه. شخص اخر بيدخل على معرض الكتاب بيطلع معاه كيسين كلها كتب، بيروح ما بيقرا منها ولا كتاب، طيب مش عارف ايش اللي بده اياه، بس عارف انه لازم يقرا لازم يكون مثقف، لكنه في الحقيقه مش، عشان هيك بتشوف كثير ناس بيفتح الكتاب اول 10 صفحات بعدين بيسكر ما خلص. بعض الناس وين مشكلتهم؟ انهم بيوقفوا في التفكير كثير. دائما بجيب انا هاي القصه، اجانا زائر بيوم من الايام برضه ملحد من امريكا، كل شوي بيقعد وانتم متخلفين الامه الاسلاميه مش عارف صلاه الجمعه عاملتكم مش عارف كذا متاخرين عن العالم الناس بيشتغلوا سبت وكذا وانتم متعمق. قلت له اسمع هذا كتاب اسمه قصه الايمان، طيب في قضيه وجود الاله و... قلت له هذا الكتاب اطلع عليه ارد لي خبر. طيب راح بعد سنتين يقدر الله اني اسافر الى امريكا، زرته في البيت برضو عم بيحكي نفس الاسئله ونفس قلت له فلان الكتاب اللي اعطيتك اياه قراته ولا ما قراته؟ طلعت عليه في المكتبه واذا حاطه في المكتبه فوق على الزاويه، والمكتبه مليئه بكتب تافهه، نوفلز وروايات ودافينشي كود ومش عارف سر مش عارف ايش قلت له يعني يا اخي خذني عقد عقلي، اعتبرني يا سيدي اعطيتك ميكي ماوس اقرأ. طيب بس انت واضح انك تريد ان تبقى في التفكير لانه بدك حجه تطلعه، ترى انا ملحد مش اي كلام انا ملحد بفكر، لكنك ما بدك تيجي تمسك اي شيء ممكن يعطيك عقيده. بعض الناس مشكلتهم في البقاء في التفكير شغله من الثنتين، يا اما الكبر يا اما الجهل، بمعنى اني انا ما عندي المعطيات اللي توصلني للمرحله القادمه، انا عن جد صادق في انا مش متكبر متواضع وبدي حق وكذا بس ما عندي، وهون عادي الاستشاره وسؤال اهل الذكر والعلم ايش الكتاب اللي اقراه ايش المرجع الكذا، لكن بعض الناس عنده كل شيء بس ما بده يضل دائما اسمه انا زلمه وجودي منفتح كول يعني مش الى اخره. طيب ما بده يكسر هذه النفس اللي يعني للي خلقها. هاي باختصار طبعا. خليني تطبيقات هيك سريعة حتى بس أجي على لفظة القراءة ومعناها. أبو بكر عمر حكيناها صح؟ مش حكيناها اليوم؟ رند تقول إيش تعضيلي على شفايفك؟ أنا شو اسمه؟ بدي طيب شايفك مش تفتكر الإضاءة يعني عميتني. طيب عمر بن الخطاب عنده جملة مشهورة جدا يقول ما أصابتني مصيبة إلا شكرت الله على أربع. قبل ما أكمل، كيف تسقط هذه العبارة على التفكير والعقل اللي حكيناه؟ أيوه توقف وعمل طمأنينة. كيف؟ أنا بدي
اسقط لي اياها على المعاني اللي حكيناها. يقول ما اصابتني مصيبه الا وشكرت الله على اربع. اولا وين المدخل؟ مصيبه. المخرج شكر. شو اللي صار جوا؟ فكر اربع مرات. الاشياء اللي بتفكر فيها قريب من الباب، يعني الاشياء الاولويات مرتبه عنده فقريب جدا. المرد عنده، المرجع اللي بده يرجع له واضح انه قريب كثير، وبالتالي القياس عنده سهل تماما، مش زي الناس. شوفوا ايش بيقول. ما اصابتني مصيبه، هاي المدخل مصيبه، الا شكرت الله على اربع. كيف؟ انها لم تكن في ديني، انها لم تكن في مصيبه اكبر منها، انني اتذكر مصيبتي في فقد النبي صلى الله عليه وسلم فتهون كل ما دونها من مصائب، وانني اتذكر ان الله ذكرني الصبر فيجزيني به الجنه. اربع اشياء. العمليات اللي اشتغل عليها عمر، البروسيسنج خلى الانبوت مصيبه يطلع الاوتبوت ايش؟ شكر. غيره يفوت مصيبه يطلع الاوتبوت ايش؟ انتحار. الاوتبوت قلق، اكتئاب، ضيق، كره، ياس، الى اخره. طيب الصحابه والغنائم يوم احد وين مشكلتهم كانت؟ ضلوا هون ما وين المشكله كانت؟ ايش؟ ايش ايش اللي طغى عليهم؟ الغريزه. طبعا مش الكل، في ناس بس اللي سقطوا في الفخ الغريزه. طيب الشافعي والذاكره التصويريه مرينا عليها، حكينا ايش قضيه اللي بده يكون عنده ذاكره وحافظه قويه بده يشتغل على ايش؟ حكيناها، تنظيم المعلومات. على اول شيء على غلق المشتتات. ركز. الناس بيحكوا لي دكتور ما شاء الله حافظ اسم المطرب الفلاني والمغني الفلاني، بقول لهم لاني بركز، بس بفوت على بطايز بدي اشتري لي شغله، بطلع على الفيديو كليب، بركز في المعلومه ساعتها، مش بخليها تمر. لا ما بصير، لا بركز لاني بدي استفيد منها واستخدمها لصالحي حتى ولو كانت سيئه، لانه هي دخلت. زي ما بنحكي دائما، اذا لم تنصت فالافضل ان لا تسمع. يعني يا اما ما تفوت اصلا، يا اما اركز فيها. زي ما بحكي للناس بفوتوا على السوق تجاري بيطلعوا، قال يعني هم سمعوا الاغنيه وهيك يعني ما بدهم يسمعوها، بعد شوي بيطلعوا بدندنوا فيها. اعوذ بالله كيف انا اغني هيك؟ طبيعي، لانك ما توقفت عندها. لو توقفت وحطيتها في مستودعك بملف اسمه ملف الزباله، زي الشباب اللي بحكي لهم تبعون الزواج، لما بتفوت صوره هاي اللي هي جميله، لما تحطها بملف العهر، ملف الدعاره، ملف القمامه، ساعتها لا يمكن تقبل لشريكه حياتك المستقبليه ان تكون نسخه من هذه، لا يمكن. وما تروح تعذب زوجتك لانها والله عم بتعجب على حالها بس مش صايره زي الشكل هلا. طيب زوجان مختلفان وكلاهما على حق، وين المشكله؟ بيحكوا معي ولما عم بسمعهم انت معك حق، بس في مشكله. تنازل او لا ما تقبل التواصل.